بدوره أكد السيد علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أكد على خطوات مملكة البحرين الثابتة في مجال تحسين وتطوير حقوق الإنسان. صارت حقيقة مملكة البحرين وتسير بخطى ثابتة بالأداء القوي نحو تقوية وتحسين مستوى حقوق الإنسان. لقد طورت مملكة البحرين منظومة متكاملة للدفاع عن حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال وليس الحصر، أولاً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية السجناء والمحتجزين، وحدة التحقيق الخاصة. فهذه كلها آليات قوية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين،